اخواننا اي زول بيحب الجمال وبيحب الحاجه الحلوه وبيحب الحاجه الجميله ده مدير مدرسه بتمتم بعدين شنو كرهته في الدنيا دي الشنه يعني طالبه شنه بالفدا نقلوا مدرسه بنات كل شينات طلع طربسته برا قال مين يوهو مليل قال ويهي زاره ما توزع علي بيختار براي بقليبه خاصه يا زول البيت تجي من هناك سمحه يقول قال بوهو ضاع كويسه خشي البيت تخش قال بوهو ضاع ما ابتغت تتخارج تتخارج قال بوهو ضاع كويسه سمحه خشي قال بوهو ضاع ما ابتغت لشينه جا واحد سايق بيته شينه صعبه صعبه شينه غريبه ده شافه من هنا قرب يتوفى شاب يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله يا زول ما تصني قال لي يا زول بتدي مقفل المجموع قال لي تطير يا زول شوف شوف لها في البنين قفلنا قال لي يا زول قفلت شنو انا ما بتدي شاطره قال لي يا زول البضاعه ما ابتغتي قال لي اخسرت لك من قبل يا اخ شعبيك ما بضاعه سمحه بضاعه شيره يا اخي مدرسه ولا طاحونا قال لي طاحونا فتريت عمنا دقيقه يا اخوي وكل عصيده من فتريتا وبالمناسبه انا لانه ماكل رمضان كريم تفضلوا معنا هنتكلم الليله هنا عن برج النقناقات برج النقناقات من الابراج يعني الصعبه جدا جدا من الابراج الميكانيكيه يعني شنو يعني الوحده بتقعد تنيك تنيك بتقول طول الكلام زي ما كانت الشعريه والله يمتاز مواليد برج النقناقات لانهم قصار الغامه وبلوكن الكلام والقصير يا حكمه يا نقه الوحده تلوك الكلام يوم يوم سبع يوم كلمه واحده تقول بتضرب اقسم بالله العظيم بعدين صحيا استعمل الاسبرين للحلق عشان حلقك ما يوجعك هاي اسبرين كويس بعدين عاطفيا زي دي بدقوها بيخوتها انا الحمد لله انا الحمد لله يا ربنا مديني مرأة المشاهدين الاعزاء تخيل انت مهرج من بيتكم وما عندك التكتح دي التكتح ما عندك وفجاه لقيت لك جروزه دي واقع في الشارع شعورك حيكون شنو؟ حتتصرف كيف؟ تعال نشوف مع بعض الكاميرا الخفيه الحمد لله رب العالمين الحمد لله والله العظيم الواحد لا اله الا الله محمد رسول الله شوف القروش عليك الله دي جت حقتي انا اول بنت طيب احمدك الله احمدك الله والله والله انا عارف ان والله دي بتجيب لها بقره اقسم بالله البقره اجيبها وتلد اربع ولدات ويبقى 18 بقره ونسوي لنا مصنع حق جبنه مظفره وعداك القروش تكتر علينا كثير والله العظيم صح وعداك اسافر لندن مرحبا بك مرحبا بك يا شاب نحن كنا سعيدين جدا جدا انك كنت ضيف 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 جميل جدا جدا معنا في برنامج الكاميرا الخفيه عايز ناكل كبره خفيك الله لا يخفيك الله ده يعني شنو معلش نزيع ولا ما نزيع تزيع بالخلع القروش دي يعني مي اللي الزول اللي قاعد في الشارع ولا كاميرا خفيه يعني كاميرا خفيه نحن سعيدين جدا جدا كنت ضيف عزيز علينا الوطمك ها الوطمك ده شنو الوطمك كف انا شكرا لك دي قروش يا زول هرقة الجبل يلا من السما والله حلمت باحلام كثير تمنى والله ما في كلام زي ده هيا هي هي اها دي كاميرا خفيه بالنسبه لك الكاميرا الخفيه يا زول هي سب يا هي يتفاوتون ويتنافسون في أشياء عديدة فالأشياء الكثيرة ربما تكون هي الأساس في سلوكنا الذي نتميز به فصينية رمضان ربما تكون فيها توحد في بعض الأماكن وربما يكون فيها تفاضل في بعض الأماكن الأخرى صينية رمضان العادية معروف في عصيدة وملح روب ولا ملح تقني ولا ملح شرموط أخضر حاجة زي دي مع بليلة عدسية بليلة كبكبي الحياة دي معروفة الناس يردموا لك جداد سمك وبيجيبوا لك السامبوكس والحاجات دي ليش نو ده بتاكلوا انتوا زول بياكلوا ما في سمت سؤال يطرح نفسه هل اتى رمضان كي نوحد نفسنا وتكون سنه مميزه ام انه تفاضل فيما بيننا ما تكشفه الايام المقبله سيحدد هويه صينيه رمضان جلوه صينيه من مكان الصواني الفارغه نحن زي ما عارفين الحنكوش هو كائن حي يتنفس عادي يلد ولا يبيض الحنكوش زول عادي لكن شنو مختلف
في حنكوشة انه عارف يقول لك مين تاني ده معروف، لكن في حنكوشة معاه عوارة دي كتر القروش، القروش لما تكتر شديد بتخش معاه عوارة. انا عارف يقول لك طبي ماشي حاجة كده انت تقدر تفهم التخلف، لكن محبوبة يعني عوارة محبوبة. الزول الفقير ده لو اتعاور بكفتوه، لكن الحنكوشة لو اتعاور بقروشه دي يعني دي النوع اللي عندها قرد مسميها قرد، بتقول لك قرد الليله عنده ملل والله شايف نفسيات. طبعا في ناس لحد الان ما عارفين يعني شنو نفسيات، لانه من يلتو في نفسيات لما يموت يعني عادي دي الناس الاطراف الحجوز الاطراف. والله ودول بيشتغلوا سريع، اكثر ناس بعد يتخرجوا بيشتغلوا ديل، لانهم بيكونوا عارفين بيكون عارفين المواقع بيلقى في سكتهم. والله انا كالعقلات كمان بالذات وينون مشوارهم طويل مشوارهم طويل. ها الحنكوشه دي شارت الكريت بتاعها قالت موديل، قال لي تحت وديك هاتي قتل الحيوان عشان اعرفك على الحيوانات صحبانك، هم وسخانين شغل عارفين شغلهم عادي. ها ساقته وتسجل انت الحيوانات، بعدين الكريت بيتكلم ما تقول لي بيتكلم كيف دي قال القرد سابك لك يا قردو ده الاسد يا قردو ده شنو بقول لها الاسد شاطر يا قردو شاطر شاطر وده النمر يا قردو ده شنو النمر شاطر يا قردو شاطر وده الغزالة يا قردو شنو الغزالة شاطر يا قردو شاطر وده الرغبات الطويلة دي هنا شاطر يا قردو شاطر